الله العظيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان آمنا بالله صدق الله العلي العظيم نور مقامكم بذكر الحبيب المصطفى النبي الأكرم محمد وآل محمد موضوع البحث هذه الليله بعنوان اخلاقيات الطلاق واحكامه رؤيه قرانيه مقدمه البحث الشارع المقدس شجع كثيرا على الزواج وجعله سهلا يسيرا وثبط كثيرا عن الطلاق وجعله صعبا عسيرا وذلك لان الدين يحب اعمار البيوت ويبغض دمارها في الرواية الصحيحة عن الإمام الصادق -سلام الله عليه قال: تزوجوا وزوجوا تزوجوا وزوجوا يعني زوج أولادك بعد ما تتزوج وتجيب أولاد زوج أولادك فما من شيء احب الى الله عز وجل من بيت يعمر بالنكاح بزواج يعني من احب الاشياء الى الله عز وجل وما من شيء ابغض الى الله من بيت يخرب في الاسلام من الفرقه أي الطلاق شكل في الرواية وإن الله عز وجل وكد وكرر القول فيه بغضة للطلاق وكد وكرر القول شلون وكد وقرر القول وكد لانه هناك امور تم التاكيد عليها الطلاق لا يحصل الا بها وهي كثيره وهي كثيره منها الاختيار مثلا منها مثلا لا ان يكون في طهر لم يواقعها فيه منها مثلا لا بد من, شاهدين عادلين وهذه صعبه شاهدين عادلين في الغالب لان في في اغلب الاحيان الانسان يمكن يرمي هالكلمه هذه القبيحه في البيت ما حد يسمع بينه وبين زوجته يسمعون الاولاد مثلا اطفال مثلا لابد ان يكون شاهد وعادل ولهذا اجى واحد للامام علي صلوات الله وسلامه عليه فقالوا يا امير المؤمنين انا طلقت زوجتي فقال الك بينه عندك شاهدين عادلين قال لا شوف ايش قال الامام قال لا اعزب يعني روح يعني ما صار طلاق شكل. هذا تشديد لكن لو واحد بينه وبين امراه اجروا عقد وما حد سمعهم يصير صحيح ولا ما يصير صحيح؟ مصير صحيح لان الزواج سهل بس الطلاق صعب الزواج خلو كانت, كانت في كانت مثلا كانت كانت حائضا المراه مثلا واجروا صيغه العقد اللي العقد صيغه الزواج ها تم صار زواج لكن في الطلاق يصير؟ ما يصير الصيغه ايضا لابد صيغه خاصه مو صيغه واحد حمقان كذي قال انت خليه في الروايه هذه اللي قلتها العباره انت خليه انت بريه انت بائن انت حرام شكل في واحد يسال الامام صادق على هالسؤال قال له يعني. قال له لو واحد قال هالكلمات كذا 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 قال الامام ليس بشيء ما صار شيء ما صار طلق. لا بدها مصيغه خاصه أو لا. الله وكد هذا الموضوع وكرره لو في المره الاولى يصير رجعي في المره الثانيه يصير رجعي في المره الثالثه يصير يصير باعٍ. فلاحظوا كيف الدين حبب الزواج الى الزواج وكره الى الطلاق اصلا ليش ابحث احنا ليش ابحث ما تعلمون انا صار لي 28 سنه اقرا في هالبلد المباركه اول مره في حياتي اتطرق لموضوع الطلاق لان ما احبه اصلا لان كريه الموضوع هذا انا الان وانا اقول اول ما اول ما بدات وقلت موضوع البحث هذه الليله اخلاقيات وجبت كلمه الزواج غير البارح لما قلت قلت قيم الحياه الزوجيه اثر على النفس غير لان يعني كريه الموضوع هذا لكن لا بد ان يقال ليش لان الى ثقافه يمكن ان تحد منه ولهذا يطرح في ثقافه القران قدم لنا ثقافه في هالموضوع مهمة هذا خلينا نضطر انه نبحث ليش حتى تصير الثقافة واضحة في هالمجال تساهم في الحد منه لهذا يطرح طيب هو اصلا ليش يطرح اولا للارقام والاحصاءات اللي يسمعها الانسان بعض الاحيان في المجتمعات المؤمنه والمتدينه للطلاق والانفصال الانسان لما يسمعها ما يرتاح نفسيا وده ان النسب تكون اقل او واحد شيء ثاني للتشاجر والتشاحن والصراع اللي يصير بين الاثنين زوجين المتطلقين ولهذا تشوف كثيرا من الاحيان عند بعض الجهات المهتمه باصلاح ذات البين او في المحاكم وكذا دائما في مشاجرات على موضوع الطلاق. لو الانسان يلتفت للثقافه القرانيه، للرؤيه القرانيه، الرؤيه القرانيه, القرآنية اعطتنا اخلاق خاصه للطلاق، ما يمكن يصير مشاجرات اصلا. ولهذا الايه الملكيه قالت او تسريح بشنو؟ احسان وبمر عليها ان شاء الله شنو المقصود بها وتسريحهم باحسان طيب فكره البحث بحسب ما يتسع المقام فكره البحث هذا البحث اللي هو قيم الطلاق اخلاقيات الطلاق احكام الطلاق يمكن ان ننظر اليها في مجالين اولا المجال الاول اولا اجراءات التدارك اجراءات التدارك هذا مجال خاص القران الكريم اعطانا ثقافه خاصه لهالموضوع اذا يصير في اتقان لهذه الاجراءات قطعا نسب الطلاق تتراجع قطعا في كثير من المواطن ما يصير طلاق اصلا، يصير وئام. في اجراءات للتدارك القران الكريم نص عليها. ولهذا انا بحثي كله في الرؤى القرانيه في هذا الموسم. القران الكريم نص عليها. شوفوا هذا اجراءات التدارك شنو؟ اجراءات التدارك وايش معناها؟ معناها تو صار خلاف بين الاثنين. واحده منها يعني تو صار خلاف بين الاثنين. نقدر نتدارك لو لا؟ حافظ على هالأسرة القرآن أوصانا بأشياء الأول 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 فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها هذا الأول هذا البحث وقف عنده الفقهاء مفصلا أنا سأشير إلى بعض النكات الهامة فيه ما تقول الآية المباركة وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها لاحظ دقة الآية ها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما لاحظوا الآية دقيقة ها شو تقول الآية لاحظوا وإن خفتم شقاق بينهما وإن خفتم شقاق بينهما وشنو الشقاق يعني يصيروا شقين يعني كل واحد يروح في مجال صحيح قبله شي يصير يصير الخلاف والنزاع قبل الشقاق معناها قبل ما يحصل الانفصال اول ما تبدأ البوادر تظهر هذا معناها أول ما تبدأ البوادر تظهر صار خلاف بين الاثنين قبل ما يصير شقاق ها. شقاق يعني يصيروا شقين يعني يصير انفصال هذا في شق وهذا في شق قبل ما يصير هذا قالت الآية وإن خفتم إذا صار عندكم خوف أنه يصير شقاق يعني قبل تو بدا الخلاف والنزاع تو بدا صحيح زين شو تسوون؟ شو تسوون؟ فابعثوا حكما لاحظوا من اهله وحكما من اهلها مو اي احد يجي فقا وقفوا عند هذا الموطن انه لازم يصير من اهله ومن اهلها لو اي احد يجي هذه مساله طبعا مفصله وتبحث في الكتب المفصله الايه هنا قالت فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ليش اولا لانهما اعرف بطبيعه الاشكال واحد يجي من برا مو عارف التفاصيل ثانيا لأنهما أحرص على الصلح صحيح لأنهم من العائلة يريدوا العائلة تستقر غير إذا واحد إجا من برا بعيد خراب العائلة هذه يمكن هو ما يحبها بس مو كثير يعني غير إذا واحد كان من أهله ومن أهلها يختلف الأمر بعد لاحظوا قبل ما اذكر الشروط تعلمون انه بعض الاحيان يمكن حتى اقول في كثير من الاحيان ان السبب في خراب الاسر المصلحين تدري أن هذا يمكن يصير؟ يعني يتدخلوا اطراف مو الزوج والزوجه الاطراف اللي يتدخلوا هم اللي يخربوا الاسره مو صحيح؟ ولهذا وضعت شروط للحكمين مو اي حكمين يمكن يصير واحد من اهله احمق واحد من اهلها مثلا غضوب ما ينفع لازم شروط لاحظوا اكو شروط ذاتيه واحد منها العقل لازم يكون عندهم عقل راجح واحد منها العدالة لازم يصير مشهود لهم بالعدالة ها مو أي واحد يجيبوه يدخل يدخل بين أسرة لازم يصير عادل طيب وتعلمون معنى العدالة، العدالة معناها أن لا يكون مرتكبا لكبيرة ولا يكون مصرا ولا يكون مصرا على الصغائر شكل هذا معنى العدالة زين بعد قلت الشرط الآخر انه من أهله ومن أهلها واحد من من عائلته أخوه مثلا من أهلها أخوها مثلا يعني هذه الشروط ذاتية لاحظوا الشروط الموضوعية شنو هي؟ شروط الموضوعية شنو؟ أولا لاحظوا لاحظوا مو اي واحد يجيبه مصلح اولا نيه الاصلاح يعني شلون يعني واحد يجي من البدايه جاي الجلسه وحاط في باله انه خلاص لازم الحياه تنتهي جاي حاط في باله انه لازم يصير طلاق هذا ما يصير يجيبه هو عنده موقف حتى لو كان عنده موقف تصور عنده موقف مسبق وعنده ملاحظات ويشوف النتيجة لازم يصير انفصال فهذا جاء من البداية يريد يوصل الأمر إلى الانفصال هذا ما يصير يجي يدخل في الوسط لازم الاثنين اللي يجون يكون عندهم نية إصلاح ولا لا يجي لاحظوا ولهذا الآية قالت إن يريد إصلاحا لازم نية إصلاح واحد اثنين لا بد أن يقول على شوفوا شوفوا الملاحظة لا بد أن يقولا الحكمان شوف هذه كل إجراءات تدارك إذا بعدنا ما وصلنا للطلاق هذه كل إجراءات تدارك لا يصير يعني بس لا يصير ها لا نوصل لها النتيجة لا بد أن يقولا ما فيه الصلاح للزوجين إذا يجون يجلسون هذا يقول شيء في صلاح للزوجة وهذا يقول شيء صلاح للزوج هالشكل يقول لا ما فيه صلاح للزوجين لاحظوا و لاحظوا هذا الجزئية وأن يحاول التوفيق ما استطاع لأنه يحرم شوف الفتوى لأنه يحرم أن يقولا ما ليس فيه صلاح للزوجين ليش؟ لأن يحرم يحرم التفريق لازم مشروعهم التوفيق هم أصلا جايين حتى يوفقوا لأن التفريق فيه ضرر ولا ضرر ولا ضرر وفيه نصب الحرمة فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه ولهذا يحرم على كل من الحكمين ان يقول شيئا ليس في صالح الزوجين ويؤدي الى الفراق حرام ولهذا لاحظوا فيبعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها الآية لما تقول إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما هذا معناه خصوصية للحكمين خصوصية للحكمين ومعنى ذلك أنه بعض الحالات اللي يكون فيها التفاهم بين طرفين من العائلة أو بين العائلتين والشروط ما تكون متوفرة هذه الحالات خاطئة بل قد يكون فيها قد تكون مشوبه بمحرمات اذا ما كان في نيه اصلاح وكان في كلام في غير صالح الزوجين يعني في غير الدفع نحو التوفيق هذه اجراءات هذا اجراء اجراء زين خلصنا من هالاجراء ما صار في فائده راى الطرفان انه لازم طلاق يصير ما زال في اجراء للتدارك ها قالوا خلاص بعد خلاص يبدو لمصلحه الزوجين خلاص كل واحد يروح في حال سبيله ما في حل خرج الطرفان بهالرؤيه زين انجل الاجراء الثاني ما خلصنا ما زال في اجراء هم قالوا خلاص انتهى الموضوع صار اتفاق صار طلاق بل بل مو صار اتفاق طلاق بل حصل الطلاق بل حصل الطلاق وطلق زوجته طلاق رجعي شوف الاجراء الثاني لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله شو دقة الآية ها ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري شو شو له إجراء وقائي هذا لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا صار طلاق وراح طلقها في المحكمة وعطوه الورقة بس في عدلة وايش اللي يصير شوف اني حكم شرعي وهذا في اخطاء كثيره في المجتمعات تصير والخطا هذا اللي يسبب الانفصال يعني يلغي الموضوع شلون تعلمون بعض الاحيان الجو العائلي يتدخل في الجزئيه يكون سبب في تحقق الطلاق التام لازم الجو العائلي يتدخل بالعكس شوفوا الفتوى المستمده من هالآيه ومن الروايات يحرم على الزوج ان يخرج زوجته المطلقه من البيت الذي طلقها فيه ومطلقنها ساكنه إياه في هذا البيت يحرم عليه أن يخرجها طوال أيام العدة ما يجوز ليطلعها بل أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن يعني شنو اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم في سوره الطلاق. يعني مو اذا طلقتها تقول يلا ما علي ببقيها في البيت تروح تدور لها بيت من برا يمشي حاله تروح تسكنها فيه، لا من حيث سكنتم من وجدكم اذا كنت انت من المستطيعين لازم تكون ساكنه هي في بيت بمستوى البيت اللي تسكن فيه انت. واساسا التأكيد على نفس البيت الذي طلقت فيه ما تطلعه ما يجوز إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة والعياذ بالله طلقها والعياذ بالله لأنها زنت أجان الله وإياكم إيه يصير يطلعها من البيت حتى الطلاق الرجعي أو إذا كان في ضرر ضرر يعني مثلا هي شرسة بتكسر البيت بتحرق ما ادري شنو كذا بتدمر كل حاجة في هالحالة ايه يجوز اذا في, في ضرر اما ما في ضرر لا ما يجوز يطلع اصلا مو بكيفة مو بكيفة يقول لي اروح بيت اهلش مو, مو بكيفة حرام شرعا هذا جزء الجزء الثاني ويحرم عليها مو بس هو ما يجوز يطلعها لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن ولا هي يجوز لها ان تخرج من بيتها بلا اذن من طبعا ان تخرج مراغمه يقولون يعني شنو؟ يعني وين تطلع بتروح تزور ابوها وامها أو وبتزور أو مثلا جارتها أو بتروح تحضر حسينيه لا مو هذا المقصود المقصود ان تطلع تترك البيت تروح بيت اهلها بشكل زعلانه ما يجوز حرام ما يجوز إلا أن تخاف الضرر يضربها يقتلها يؤذيها هذا يصير بحث ثاني يجوز في الحالة تطلع وإلا من غير الضرر ما يجوز الخروج أصلا لا هو يخرجها ولا هي تخرج تخرج ولا هي تخرج بل بل تتعامل معاك كزوجة تماما شلون كانت زوجة قال نفس الشيء تعيش يا زوجة 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 تروح يا غرفة بغرفة النوم عادي ها وتلبس في الرواية وتلبس ما تشاء من الثياب تختضب وتكتحل وتطيب وتلبس ما تشاء من الثياب في رواية أخرى وتظهر له زينتها ليش لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا يمكن تميل نفسها إليها والرجوع أو تميل نفسها إليه لأن الرجوع ما يريد لحتى شاهدين عادلين بأي طريقة ترجع يقول لها راجعتك رجعت يجي لها يقبلها رجعت يجي أي حركة يسوي لها رجعت الرجوع سهل شوف هذا إجراء تدارك هذا إجراء من إجراءات التدارك أختم بعد إن شاء الله أكمل في فرصة أخرى هذه فقط اجراءات التدارك والا هناك اخلاقيات ايضا للطلاق لو صار طلاق بس حاجه اكد عليها واختم وسرحوهن باحسان خلاص ما في فائده كل شيء انتهى وانتهت العده ما يصير تطلع من البيت ذليله وسرحوهن باحسان تطلع بحشمتها وكرامتها بإحسان شنو الإحسان يعني شنو الإحسان يعني أول له صور له له شعبتان الإحسان أولا يعني أن, الإنس... أن الإنسان يحسن العمل يعني يتقن العمل شيء ثاني أن ينعم على الطرف الثاني أسرحونا بإحسان يعني شلون يعني لما نريد افترض صار طلاق لازم يكون هادئ ما يؤذيها ما يتكلم عليها هي ما تؤذيه ما تتكلم عليه كل واحد يحافظ على أسرار الثاني أيضا لما تخرج من بيت الزوجية تخرج معززة مكرمة غاية ما هناك إن العلاقة انتهت بس هذا حفاظا على سلامة المجتمع وطهارته إن شاء الله لين عودة في بعض الجزئيات ممكن غدا ظهرا ظهرا أشير إلى بعض هذه النكات المتعلقة بال اخلاقيات ويبقى لاحظوا ويبقى ما في بيت عند الله احب او ما في شيء احب عند الله من بيت يعمر بالنكاح بالزواج ليش لانه يؤتي اكلا مباركه ام البنين اتت اكلا مباركه أربعة بنين هذا بيت يعمر في الإسلام بالنكاح شلون امرأة كانت سلام الله عليها احنا الليلة نريد شوي نعزيها في مطلع المجلس ونريد نحييها على هالموقف البطل الذي وقفته لا يصاب الحسين بسوء وفيكم عين تطرف أي موقف هذا وقفته ام البنين ولهذا تستحق ان تحيا حقيقه وتكرم وتكرم ايضا من الشيعة والمحبين لانها وقفت مع امامهم موقفا مو من السهل الانسان ترى يقف هالموقف كل اولاده كل الاولاد ما ارسل الثلاثه واشترطت عليهم لا يصاب الامام الحسين بسوء واحد فيكم ها ما يزال على قيد الحياة ولهذا يوم اللي رجعت زينب أبياتنا اللي نقراها كل عام خلنا نرددها اليوم ونحيي أم البنين يوم اللي رجعت وش تريد تطمن أولادها بيض الوجه لولا بيض الوجه لولا قالت يا بنتي فصلي لمصاب عاشور وقول اشفع العباس واخوانها لبدور وان كان يا زينب بدا من يقصور ان شاء الله ما قصروا في نصرة احسن هذا الاسم عذب على عذب عذب على السن المحبين نريد نكرره مرة ثانية الان انطهر انفسنا وانطهر عقولنا وانطهر حياتنا ونخضع حوائجنا بهالاسم المبارك ها. ان شاء الله يلا يلا بصوت واحد ها ما قصر في نصرة حسين وحسينا قالت يا بنتي خبريني عن خبركم ومنه الذي في كربلا شايل علمكم وان كان بيض وجهي العباس ادكم شال العلم قرت عيون الهاشمية قالت يلا خلنا نجاوب كنا بلسان حال زينب على ام البنين ها قالت نعم يا البنين العلم شاله ورفت الرايه وهلهلت سكنه قباه يلا يلا الخبر المفجع ولكن يا يما قطعة ويمينة وشمالة وظل عثر مطروح لا راس ولا والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقيني نجل النبي الطاهر الأمين وقف بأبي متحيرا بين القام عاض على أسنانه بتلك عاض بأسنانه على تلك القربة خشية من أن لا يوفق لإيصالها إلى الأطفال والنساء بينه هو على تلك الحال وإذا بسهم أصاب القربة فأريق ماؤها وجاه السهام للقربه وفرى وقع في وسكن وسكنه مواعدها على مي الحشا ومنها يستحيل الخيم يسدور بقي بابي وامي في وسط الميدان لا يدري الى اين يمضي واذا بالسهام تنهال عليك انها المطار اجركم الله جاه سهم اصابه في عينه صار بابي وامي يتمايل على ظهر جواده تصور كيف كان يمسح الدماء عن وجهه سلام الله عليه وعن وجهه وهو مقطوع اليدين بأبي وأمي بينما هو على تلك الحال يترنح على ظهر الجواد آجركم الله لاحظوا هذا المشهد هذه بمرأة ومسمع من مولانا أبي عبد الله الحسين كان يرمقه من, من أفق بعيد كان الامر موجعا مفجعا ولهذا بمجرد ان وقع على الارض تداركه الحسين سلام الله عليه وسمع صرخته عندما نادى اخي ابا عبد الله عليك مني السلام سمعها الحسين لانه كان قريبا ينظر اليه بينما كان على ظهر جواده يتمايل يمنه وشمالا اجركم الله وإذا باللعين ابن الطفيل أصابه بالعمد على رأسه. صرخ الحسين وأخاه خر إلى الأرض صريعا: أخي حسين عليك مني السلام. لاحظ المشهد هذا وبيت الدعاء. جاءه الحسين يتوكا على قائم سيفه بابي وامي على خلاف عادته حيث كان ياتي على ظهر جواده واذا العباس يسمعه ها يسمع خطوات انسان يقترب نحوه حسبه رجل جاء ليحتز راسه قال كلمه افجعت الحسين قالت يا هذا امهلني قليلا. حتى اتودع من ابن والدي لما تناهت هذه الكلمات الى مسامع الحسين اجركم الله هاجت عبرته وفاضت دمعته قال لا باس عليك يا اخي أنا أخوك الحسين ويا خويا جاتني جتني هالرمية ويا خويا السواقع بيتي علي يا بو فاضل يا خويا اقطعت بي وَشَوْفَ أَنَّكَ عَلَى الْغَبَرَامِ